الخبر اولي عادنا ارقص في النار يا حبايب اللي يا رمار النور مار. فنزلت على حسبها بالتيك توك يا حبايب هذا المقطع اللي كانت كاتبه بي بده يعني يعتذر من عنده ومفكرني ميت عليه، واللي اكيد تقصد نور مار يا حبايب انه هو يريدها تعتذر من عنده وعساس هي ميت عليه وتحبه. فطبعا الكومنتات يا حبايب القسمه وقسمين، القسم اللي كان وقف فيه يارا اللي كان يدعموها ويكتبوا لها كفو على القصف، اما بالنسبه للقسم الثاني يا حبايب اللي هو التعليقات السلبيه اللي كان يقولوا لها انه عساس هو ميت عليك انه هو قصده على نور مار ما ميت عليها. طبعا اجى رد النار يا حبايب عن طريق نور مار بعد تنزيل هذا الستوري، راح اعطيكم اياه شوفوا. مرحبا بالكومنتات، انتو ويا يارا او ويا نور مار؟ ننتقل حاليا ناجي يا حبايب ولما، وش الغريب اللي صار بيناتهم حزين؟ ما تذهبوا صدق انفصلوا او موضوع نكتم واكثر؟ في البدايه ناجي نزل شويه ستوريات كان ويا اصدقاء وعزمها على البيت ومسوي حفله، فبعدها لما يا حبايب تنزل شويه ستوريات انه احساس هي رايحه لبيت اهلها وانفصلت عن ناجي، وكتب احكوا لناجي انه هو راح عند اهلها وانه هي ما راح يضحك عليها هذا الدبدوب وانه راح تسكر تليفونها، وبعدها نزلت ستوري تنطي بلوك بالانستغرام. ما ادري صراحه هذا الموضوع صدق او مجرد نكته، انا اتوقع نكته مو اكثر، احط لكم ستوريات تشوفوها. ملناش قاعده بهذا البيت، هذا مش بيت، هذا مهرجان. كل يوم حسن الجمله، محمد مروان وحموده. فكرة حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وش رايكم باللي صار، طبعا الله يحفظهم البعض يا رب والله يخليهم البعض يا رب. ننتقل حاليا لاحمد ابو ربيع حبايب ووصول قناته باليوتيوب لل 5 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 20 او 30 مليون يا رب، وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. وروح حاليا لوسام قطب يا حبايب، هل هو حرامي وسرق من وسام تيكت؟ يا حبايب وسام تيكت قبل سنتين نزل هذه الاغنيه، راح اعطيكم اياها اسمعوها وركزوا باللحن زين. اعرف حكيها فيديو كول. فبعد وسام خطب يا حبايب نزل من قبل كم يوم اغنيه راح اعطيكم اياها، ولكن ركزوا باللحن زين. وجهت افكار ذات شده عاليه، يا ريت نستفيد. انا مش متاح اني ارتاح الصراحة بالنهاية، هم اثنيناتهم حرامية فاثنيناتهم بايقين اللحن من هذا الشخص الأجنبي يا حبايب اللي نازل اللحن من قبل 4 سنوات ومنزله ببلاش أصلا، يعني أي واحد يقدر يغني عليه، من شخص يا حبايب اسمه ماكسي، راح أحط لكم اللحن شوية من عنده اسمعوا. المختصر ولا واحد بيوم سارق من الثاني. وبختم يا حبايب عن هذا الفيديو شوية لطيف عن واحد من الأشخاص مصور نور مار هو بدبي وقاعد على الرصيف وبس شافه شوية خاف، فيديو له هو فضيحة ولا شيء، مجرد فيديو لطيف يا حبايب. وبس راح أحب نوصل المقطع في جروب اللايكات وراح أحط لكم هدية اسمعوها بعد شوية، هدية خرافية استمتعوا بها، مع السلامة. شوفوا هو الصراحة بقد بس علي أنا أغني على هاللحن، فخلينا نجرب حظنا يعني. هذا اللحن قديم بعد كل هذه السنين جايين تسألون، هذا اللحن لمين لحن قبل 4 سنوات، حصلون بسيئات اشتركوا بالقناة تحصلوا شوية حسنات.